ليك عندي حل يا دولة اقوله لك؟ لا ما تقولش. عينيا يا دولة. بص يا سيدي، انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم. انت احسن حاجه يا دوله تعملها تخلي صاحبك ده هون يقوم واخد كفنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالظبط، ويقوموا هم بقى دابحين مكانه خروف، واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصيبنا من اللحمه، ولا من شات ولا من رقبه. على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني. انت كل اللي همك انك انت تاخد حته لحمه، ومش اشكال بقى عطيه صاحبي ده يموت ولا يولع؟ يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دوله؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاك وبقول لك على مشكلتي. اصل امشي امشي يا لغول من وشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ انتوا مين؟ ازيك يا اخ عادل؟ الله يسلمك. يعني انتوا مين؟ انا عنتر ابو شنب. واكيد اللي معاك ده هو الشنب. لا ده اخوي الهلال ابو شنب. اخوك ازاي يعني؟ مش معقوله. اكيد هو من شنب من اب تاني مثلا. مش عاجبك ولا ايه؟ عموما ده مش موضوعنا، انا جايين لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخ عادل. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا استاذ عنتر، قول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي. احنا عايزينك تسلمنا عطيه البنداري اللي مستخبي حداك في الشقه. ايه؟ عطيه البنداري؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا دول عطيه الصعيد اللي هو في الشقه. شوف يا اخ عادل، على راي البليس الانكار مش هيفيدك، احنا مراقبينه وعارفين انه حداك في الشقه. يخرب بيتك يا عطيه، على بيتك يا رمزي. والمعلومك احنا كنا نقدر نخش نجيبه، لكن عيب الشقه فيها ستات. الحمد لله ان فيها ستات، اخيرا بقى لهم فايده. ناوي تسلمه لنا ولا نتصرف بطريقتنا؟ يا عم ايه ده، انت بس بمسدس اللعبه اللي في ايدك ده بس عشان ما يبص وما تعرفش ترجعه. ايه ده كده؟ انا بتكلم مع الراجل يعني. بص حضرتك، يعني انا من رايي ان احنا نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه عاد؟ ما اللي حصل حصل، وماتت احلى داموسه في البر كله. ايوه يعني مش معقوله حضرتك يعني تموت واحد عشان خاطر جاموسه. ما انت مش عارف غلاوه الداموسه عندنا. زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلالي لما بتيجي سيره الغاليه. خلاص انا من رايي يعني بهدوء بس يا استاذ هلالي، انا من رايي ان اجتمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عطيه ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكايه دي. حل ايه؟ بقول لك احلى داموسه في البر كله. يا عم ما تقعدش كل شويه بقى تقعد تقول جاموسه، الراجل بيعمل مالك يا سي عادل؟ ده لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى اهون في داهيه. يعني قصدك ايه تضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصه ننجيلك بكره في نفس الميعاد على القهوه، تكون جاي وجايب عطيه البنداري معاك، والا هيبقى لينا تصرف تاني. ايوه، ولو ما جيتش هتبقى العواقب صعيبه عليك. مش عارف يا اخي هلالي، انا شاكك كده ان انت تبقى من الصعيد يعني. امال من وين يعني؟ نيوجيرسي؟ لا حاسس يعني ان انت من القصير، من القصيرين يعني، وكنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسه معديه. جاموسه 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 عند الفندق. جاموسه 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 جاموسه. خلاص 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 خلاص، انا اسف انا اسف، انا كنت بهزر يعني. عادل افندي مش عارف ان هو بيحصل له كده لما الواحد يقول جاموسه. اسمه عادل ده بانه بيضحك علينا ومش ناوي يجي يا اخوي. يبقى هو الجاني على روحه، لا هو لعب عيال ولا ايه؟ السلام عليكم يا بلدينا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطه مصر هيطلع الساعه كام بالظبط؟ احنا ايش درانا؟ شايفنا كمساري ولا ايه؟ روح روح اسال في المحطه. طيب محسوبكم عن تبلي ابو حواجب، بطل من ابطال الصعيد الجواني. وانت ايه اللي جابك مصر يا اخ عن تبلي؟ بيني وبينك في طار كنت جاي اخده، بس ضميري صحي وقال لي ارجع يا عن تبلي، ارجع يا عن تبلي، وارجع يا عن تبلي، ورجعت عن الطار يعني. هتفرط في طارك ولا ايه؟ ده عار عليك، ده انا طخك. يا عم تطخني ليه؟ انت مالك انت؟ مين ده؟ ده اخوي الهلالي. اخوك الهلالي؟ بص يا هلالي، هلالي ازاي؟ بص يا هلالي، بص يا هلالي، العار انك الواحد مالوش ذنب وعنده عيال. مالوش ذنب كيف يعني؟ ايوه، لان اللي حصل ان الحمار بتاعه رفس الخروف بتاعي فقتله. ها؟
فقتله، فأنا قلت راسي وألف سيف لازم أقتله، لكن ضميري صحي، ضميري صحي وقال لي عن تبلي، يعني أنت مستهبل عن تبلي، دي عنده عيال. بح، وعملت إيه لما شفته؟ أول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع، صعب علي وضميري صحي، ما كل شوية يصحى ضميري صحي وقال لي عيب، اوعى تعمل كده. صدق كلامك صح، مش عارف ليه مأثر فيي. كويس إن كلامي مأثر فيك أنت، لو كان أثر فيك أنت ما كناش عنلاقيك واصل. ربنا يقدم ما فيه الخير. طيب أنا هتكل أنا على الله عشان ألحق القطر لأن ضميري صحي. إيوه، وقال لي يمكن ما تلحقش القطر. سلام عليك. سلامة بلدينا، توصل بالسلامة إن شاء الله. عادي يتأخر علينا يا عنتر. مالك يا عنتر؟ سارع فيه؟ بفكر في كلام الراجل اللي اسمه عن تبلي ده. صدق كلامه صح. يعني ايه مش فاهمك؟ انت ناوي على ايه يا اخوي؟ السلام عليكم، معلش اتاخرت عليكم، المواصلات بقى انتوا عارفين عامله ازاي يعني. انت هتضحك علينا ولا ايه؟ كنا متفقين معاك تجيب عطيه مش ولده. يا عم بلاش مسدس اللعبه اللي في ايدك ده، انا قصدي صراحه يعني. بص يا معلم عنتر، انا بصراحه كنت جايب عطيه معايا لكن حصل ظروف يعني. امال هو فين يعني؟ تاه في زحمه المواصلات ولا ايه؟ لا يا فيتك، ما تاهش في زحمه المواصلات، وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير، اما بتكلم معاك كبير يا ريت بقى القصير الصغير ما يتكلمش يعني. قول اللي عندك، ايه اللي حصل؟ الحصول يعني صراحة يعني إن أنا أما الولد ابن عطية يعني حسن، اسمه حسن هو، أما عارف إن أبويا عيني بقى هيتقتل وإن هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده، فمن ساعتها بقى من بالليل يعني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتضايق ومكتئب وزعلان وكده يعني. قصدك إيه بالكلام ده يعني؟ قصدي يعني إن الولد من امبارح ما دقش لقمة في بقه وما كلش خالص. لا كلت يا عم. بص يا عيني مكتئب ازاي ومتضايق. عفى الله عما سلف، فده يا للجاموس عشان خاطر ابنه. بس يدفع ثمن الجاموسه برضه. يا سلام، وانت جيت في جمل يا عم، دي جاموسه يعني ما جراش حاجه. وبالمره بقى يا جماعه انتوا الاثنين تكونوا معزومين عندي النهارده، ناكل لقمه مع بعض كده وتبلغوا عطيه بنفسكم، اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقين. ها؟ اهم حاجه والله يا جماعه انا مبسوط ان انتوا ضميركم صحي. يعني ما شاء الله يعني. السلام عليكم. السلام. ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار المدرسه ايه؟ خد يا بنت، ما بترديش على بابا ليه؟ متضايقة؟ لا لا لا، ازاي؟ متضايقة وبابا موجود؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن الأب، حيث الرعاية، حيث الأمن، حيث الأمان، حيث قولوا لي بقى يعني إيه اللي مزعلك؟ إنجي صاحبتي. مالها إنجي صاحبتك؟ عملت فيها مقلب النهاردة. مقلب؟ مقلب إيه؟ فتحت شنطتي من ورايا وحطت لي فور لعبة في الشنطة. آه، وبعدين؟ بعد كده أنا خصمتها. لا 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 لا، بصي يا ياسمين، هي طبعا انجي دي غلطانه انها عملت مقلب زي كده فيكي يعني، بس برضو عيب ان احنا نخاصم حد. ما ينفعش ياسمين حبيبتي، ياسمين ما ينفعش تخاصم حد. بس هي خلت كل اصحابي يضحكوا عليا وانا ما بحبش حد يضحك عليا. طلع لمامتك يا حبيبتي عندك كرامه. كرامتي بس يا رانيا، يا رانيا ما ينفعش ان البنت تخاصم صاحبتها يعني، ما احنا ياما صاحبنا وياما عرفنا ناس، لكن كنا بنعمل مقالب في بعض وكنا بنزعل من بعض، لكن عمرنا ما خاصمنا بعض يا حبيبتي. اه مظبوط يا ياسمين، يعني ايه عمرهم ما زعلوا من بعض ولا خصموا بعض خالص. فاكر فاكر بومبا يا عادل؟ بومبا؟ ايه بومبا ده يا ماما؟ بومبا مين؟ بومبا يا عادل، انت نسيته؟ صاحبك. يعني فاكره. فاكره يا ماما. ده كان صاحب باباك يا ياسمين، وكان بيعمل فيه كل مقلب ومقلب، انما ايه يطلع من نفوخه.
أنا مش فاكر خالص يا ماما حكاية المقالب دي، كان بيعمل مقالب؟ آه طبعاً، فاكر لما خلى الكلب يجري وراك وقعدت تجري تجري لغاية ما استخبيت في مدرسة البنات؟ بتضحك على إيه؟ حكى على إيه؟ أهو أهو ده مثلاً يعني عمري ما زعلت منه ولا حاجة، مش كده ماما؟ إيه الواد ده فين يا عادل؟ بقاله مدة ما بيتصلش بيك. والله ما عارف يا ماما، أنت عارفة بقى الدنيا تلاهي يعني، بس آخر حاجة سمعتها إن هو شغال في السينما. عليك يا عادل يا بيبي، حرام عليك يا عادل، يبقى عندك اصحاب في السينما شغالين في الفن كده ومش تجيبهم عندنا؟ ما انت عارف يا بيبي ان انا من وانا طالبه في الجامعه وانا نجمه وبعرف امثل وفظيعه ومتالقه، عندي مواهب، وعايز اقول لك يا كان ممكن ابقى ممثله سينما عظيمه عالميه وعربيه وابقى نجمه متلقلقه في سماء الفن لولا ان انا اتجوزتك. نجمه متلقلقه في سماء الفن. يا عم جليلي وحكايه النجوم دي، وبعدين انت بقى لو عايزين نشوفك يعني نمسك تلسكوب عشان نبص على النجمة. اوكي افضل انت تتريق كده وخليك ما تعرفش قيمة الست اللي واقفة جنبك. بابا هو صاحبك ده ما بيجيش ليه؟ هو انتوا زعلانين من بعض؟ لا يا حبيبتي احنا مش زعلانين من بعض، ما ينفعش ان انا ازعل من صاحبي ولا اصحابي يزعلوا مني، ده ما دام صحابي ما ينفعش يزعل بينا خالص. طب هو ليه مش بيجي هنا؟ عشان اكيد هو مشغول في السينما بتاعته دي زي ما انا برضو مشغول في البازار بتاعي. طب بيبي بليز والنبي اعزمه عندنا كده علشان يمكن يكتشفني ولا حاجه. ده هيبقى مسلي قوي، ده هيبقى عامل زي توم وجيري. اعزمه حاضر، هشوف يعني هشوف يمكن اعزمه. ايه هتخش جوه التليفون عايز ايه؟ دولا انت بتدور على ايه؟ انت مالك؟ انت كل حاجه تحشر نفسك فيها؟ ايه دولا بس اصلنا يعني شايفك عمال تدور كده، انت في حد بعت لك رساله بمناسبه عيد الشرطه؟ عيد الشرطه؟ خبط في الشرطه خليهم يقبضوا عليك ونخلص منك. ايه دولا انت كده دايما صاددني كده وانا دولا يعني؟ بس بياهو يا معلم بومبا. مين؟ الو يا بومبا اخبارك ايه؟ اوعى مش انت، لا مش انت ده هنا، انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا عادل. عادل مين؟ انت نسيتني ولا ايه؟ عادل يا عم صاحبك ساعة ما روي الكلب بتاعك قاعد يجري ورايا فاكر وانت قعدت تضحك. بس ايه؟ لا ده كلب تاني. اخبار روي ايه؟ مات؟ احسن يلا ده ظلم ناس كتير يعني. يا عم بهزر يا عم. المهم يا سيدي بص بقى، انا مراتي وبنتي اما عرفوا ان انا اعرف حد يعني شغال في السيما وبتاع فقالوا لي طب ما تعزموا عندنا في البيت. والله لا اتجوزت طبعا، ما بقول لك مراتي وبنتي ازاي يعني. المهم هبعت لك بقى العنوان، انت فاضي النهارده؟ حلو هبعت لك العنوان مسج وهستناك يا معلم. ماشي يا بومبا يلا مع السلامة. بقولك يا دولا يعني هو انت مصاحب بتاع انابيب؟ مصاحب بتاع انابيب اشمعنى يعني؟ اصل انت يعني عمال تقول له يا بومبا. يا سلام، وعشان بومبا يبقى بتاع انابيب وانت ذكائك الحركي يعني فاهمك كده. لا يا سيدي ده اسم الشهرة لكن اسمه الحقيقي علي وزة وشغال في السيما. شغال في السيما واسمه علي وزة؟ ايه هتتريق على اصحابه ولا ايه؟ طب ما انت اسمك زفت رمزي وشغال في بازار وغبي ومش فاهم حاجة عادي. يا سلام. طب بقول لك يا دولا هو انت عازم علي بطة دون عندك في البيت؟ ايه هتتريق على صاحبي وعلي بطة بدل ولا انا مش عايز اسمع كلام خالص. عازمه في البيت، عايز حاجة؟ لا دولا دولا وانت ليه ما بتعزمنيش عندك في البيت يا دولا؟ واحنا مش اصحاب، انت مش صاحبي. انا يعني بص اليوم كله هتفضل معطلني باسئلتك، انا عندي مكالمات يا ابني عايز اعملها. انت مش صاحبي يا رمزي، مش صاحبي، انت قدري يا ابني غصب عني بتقبلك يعني، دي ذنوب الواحد بيخلصها في دنيته ويا رب اخلصها. ابعد عني بقى عايز اعمل تليفونات. ماشي النهارده بقى يا ياسمين في واحد من اعز اصدقائي هيجي يزورنا، انا عايزك تعرفي ايه هي معنى الصداقه. ماشي اهو شكله هو اللي جه، روح افتح له. ايوه انا مش فاهم. انا ايه في ايه؟ عدوله
عم خش خش. ازيك يا طنط عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبي عامل ايه؟ ايه طنط شكلك اتغير شويه بس الباروكه زي ما هي. ازيك يا سناء؟ ازيك يا رخم؟ زي ما انا رخم. اكيد انت بنت عادل مش كده؟ ايوه يا سيدي دي بنتي ياسمين والحمد لله ان انا لحقت اخلفها قبل الخضه اللي انت عملتها لنا دي. مين حضرتك؟ دي يا سيدي نجلاء اخت مراتي. اه بجد؟ انا مبسوط بجد قوي يا عدوله، انت جمعت عيلتك كلها النهارده عشان تتعرف عليا؟ ولا جمعتهم ولا حاجه يا سيدي، هم كلهم قاعدين عندي هنا في البيت. ايه؟ كل دول قاعدين معاك؟ يعني راجل وشويه ستات؟ راجل وست ستات يا سيدي، موضوع كده وهبقى فاهمهولك بعدين. مستر بومبا. دي يا سيدي مراتي وبتعمل كده ليه؟ موضوع فهمهولك برضو بعدين. اوه ازيك يا سناء عامله ايه؟ لسه بتخافي زي ما انتي؟ ايه بخاف دي؟ انا ما بخافش، انا خوف استاد بالجماهير باللعيبه كمان، قال بخاف قال. يبقى اوفر زي ما انتي. وانت عامل ايه عدوله؟ شغال فين دلوقتي؟ انا يا سيدي عندي بازار. بازار ازاي يعني؟ ايه اللي بازار ازاي؟ بازار يعني محل بنبيع فيه تماثيل وحاجات زي كده للسياح يعني. ها وانت يا ياسمين عامله ايه في المدرسه؟ شطوره ولا طالعه زي باباكي بازار؟ شطوره زي باباكي. يا نهار اسوح على الكبسه، يا نهار اسوح. وانت بقى شغال ايه في السينما امال؟ شغال كاميرا؟ تلاقيكم برس وصامت كمان. برس متحرك لو سمحتي. بعد اذنك، انا اللي بحرك الاحداث في السينما، انا اللي بعمل، انا اللي بصمم المعارك في الافلام. هو لسه في معارك في الافلام؟ طبعا، حرق غرق دم، كل حاجه موجوده، ساسبنس. هي الشنطه دي فيها ايه يا عمو؟ فيها عده الشغل، تعالى ما اوريكي. البسي ده. شفتي يا ماما؟ شفتي طول عمره رخم وبيجيب الحاجات اللي بتخوف دي. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. ايه يا ابني طول عمرك بتعمل حركات كده ليه؟ عقدتلي البيت. لسه اللي جايه. يا رخم يا رخم. روحي يا اختي افتحي الباب، روحي. خايف من ايه؟ في ايه يا رمز؟ ايه ده دولا؟ انت جبت حيوانات في بيتكم يا دولا؟ حيواناتي يا ابني انت مش عارفهم ولا ايه؟ ايوه دولا مش ده وانا سيد قشطه وده ابنه. ابنه ايه يا اهبل؟ دي ياسمين بنتي. ياسمين بنتك؟ هي اتحولت؟ بص عمر دماغه ما هتجيب، عمر دماغه. اقلع يا ياسمين، اقلع الماسك يا ياسمين. الحمد لله يخرب بيتك. لا عمرك ما روحت ملاهي يالا يا رمزي؟ ملاهي ايه بس يا دولا؟ وانت بتديني حاجه يا عم علشان اروح اي حته؟ ده انت معذور يا دولا علشان البازار بتاعك المقشفر. ولا 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 ايه ايه ايه؟ بديك فلوس ايه؟ ده انا بديله فلوس بالهبل والله يا رانيا، ما انت عارفه يا عارف ده ما بديلوش اقل من 2000 جنيه في الشهر. ايه ده بجد؟ فعلا شكله تحفه. 2000 جنيه مين يا دولا؟ وانت مشغل حد تاني معاك في البازار يا عم؟ ابقى فاهمك بعدين بعدين. بس تصدق يا دولا صاحبك ده في حاجة في وشه، تحس كده إن عنده عمق إنساني. أنا؟ أيوة، بص بص عامل إزاي؟ أنت يا ابني هايل، جميل، تنفع قوي في أدوار الشر. ربنا يعمل بيتك يا رب، آدي الناس اللي بتقدر الناس اللي زيهم. شر إيه؟ شر جميل. إيه وبتاع إيه؟ لا أنت فاهم غلط، ده بكتير ويعمل دور الغبي وهيبقى متميز فيه ما تقلقش يعني. صدقني يا دولا بجد، بص بص ناحية وشه، بص كمية الشر اللي جواه مش طبيعي. أنا شخصياً خفت دلوقتي، مش طبيعي. طب ما احنا فيها أهو، احنا نمثل مع بعض، أنت هتعمل دور الراجل الطيب وأنت هتعمل دور رئيس العصابة. إيه ده؟ هو ممكن هنا؟
ده السينما طلعت سهلة خالص. طبعا كل شيء متاح مع بومبا ملك الأكشن. يلا هنبتدي. بص هو هيخش عليك دلوقتي، هتلاقيه رافع حجمه، اوعى تشك فيه خالص. بعد كده هتلاقيه بيهجم عليك ماسك سكينة، برضو اوعى تشك فيه خالص. هتلاقيه هجم عليك بالسكينة وهينزل عليك. ايوه ساعتها بقى ممكن تشك فيه. صدقني اوعى تخاف منه، هيهجم عليك تروح انت هاجم عليه وتروح شايله وتروح شيله بيله وهوب ترميه من البلكونه. ايوه ايوه كده بقى يا اخي. يعني الواحد يستفيد نخلص منه وارميه من البلكونه. قول اكشن، قول اكشن اكشن. ايه يا دوله اكشن؟ ايه يا دوله يا عم ابدي بيقول لك ارميه من البلكونه يا دوله. لا ده انا لسه صغير يا دوله بقى. صغير انت تعمل لي فيها عيل ياض؟ ده اكل عيش يا ابني، ده شغل شغل. يلا عشان ارميك من البلكونه. المهم بقى اما ارميك من البلكونه تبقى تطلع لي تاني عشان ارميك تاني، نقعد نعيد نعيد لغايه ما اخلص منه. لا لا بص بص انا مش عايز امثل يا عم، امثل انت لوحدك. للاسف مفيش خيال سينمائي. انا عندي خيال سينمائي يا مستر، حتى شوف. ترام 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 ترام. اه المفروض بقى دي اللي ترميها بالبلكونه. عندك دور ليا؟ طبعا عندي دور. لف كده. عندي دور خدامه. خدامه خدامه. انا اعمل دور سيرفنت؟ لا 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 انا ما قلت سيرفنت، انا قلت خدامه. مش هنقعد بقى نعك. ثم دور الخدامه عندي ده دور مهم جدا، بيحرك الاحداث وبشكل عشوائي. لعلمك بقى دور الخدامه ده هيليق عليكي جدا وهتعمليه بطبيعيه وبرومانسيه. ممكن تخرس انت يا سناء؟ اخرس قصاد ايه يا رانيا؟ لا 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 اخرس. هتتكلموا مع بعض ولا ايه؟ وبعدين انت تخرس يا عادل. بس انت تخرس يا عادل. ها خلاص. وبعدين هتقعدوا تفضحونا قدام اللي ما يسواش واللي ما يسواش؟ يلا اتفضلوا خشوا اتفحوا. شكرا يا رانيا، شكرا يا رانيا. يلا اتفضلوا اتفضلوا الغدا، اتفضلوا الغدا. يلا اتفضلوا الغدا، هناكل كلنا هناكل كلنا. وعاملين حاجة جميلة ودمها خفيف. هذا رانيا اللي طبخة يا سيدي. اتفضل، عاملة فراخ بالحركات وعاملة دي كوسة، وفي عندك هنا كمان ده سلطة، وفي عندك وعندك هنا سيرفيس بقى انت ممكن. ايه يا جماعة خليكم فريش. يا دولا يا دولا الموبايل اللي مصدعنا ده يا دولا ما ترميه احسن يا عم. انت مين اللي انت منفضله ده؟ انت بزعق لي انا على الصبح انا ولا ايه؟ مش صداع يا دولا. ولا 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 ده زفت الطين بومبا يا راجل. انت لسه ما تخلصتش منه يا دولا؟ مش كنت عرفت الاول اتخلص منك انت؟ شوف انا مستحملك بلاقي ايه. طب ليه كده بس يا دولا؟ والله العظيم يا ابني انت مش هتلاقي حد يحبك وامين عليك غير يا دولا. ده اهو بص ربنا بعت لك بومبا هون علشان يعرفك قيمتي. قيمتك انت؟ قيمتك يا ابني تلات تعريفه بالكتير يا ابني. قيمتي ايه يا ابو قيمه؟ شكله مش هيسكت، لازم ارد عليه. الو يا بومبا. معاه كنت عامله سايلنت يا سيدي، كنت عامله سايلنت لان عندي شغل كتير. عندي شغل كتير، سياح ماليين البازار ومش عارف افضى يعني عادي. ايه؟ لا مش مروح البيت النهارده، يعني هروح متاخر قوي عن النوم يعني لان عندي شغل كتير وسياح هنا اهو. بص ايوه يس 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 نو 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 يس خلاص ماشي هكلمك بعدين، هكلمك بعدين اول ما افضى. اوكي 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 يلا سلام 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 سلام. حلقت له يا معلم. ايوه كده. بقول لك ايه دول، انا عايز احلق انا كمان على فكره. ياسمين ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده؟ ايه اللي ربطك كده؟ استني 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 انا هفك الطبق. ايه اللي عمل فيكي كده؟ يا نهار اسوح. وايه ده؟ وحبل تخين كده؟ دولا حبيبي ايه؟ بنامي خيالها السينمائي بلعب بنتك. انت اللي مكتفها كده وتقولي بنامي خيالها السينمائي، وبعد شويه تكلمني وتقولي انا طالب فديه عشان تنمي خيال انا السينمائي. المهم يا عدوله انا جعانه قوي، انا بقالي 10 ساعات بلعبها ومراتك كل ده تعمل اكل في المطبخ. انا عصافير بطني صوصوت. انت مش هتبطل برشات على الخلق كل شويه تاكل عند حد؟ وايه المشكله يعني؟ ما طالما في كروديات زيك اعمل اللي انا عايزه. كروديات وبتقولي كلمه زي دي وقدام بنتي؟ ماشي يا بومبا. لا 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 يا عادل سوري بجد، مش هينفع كل يوم اقف في المطبخ بالساعات عشان اعمل اكل صاحبك السمك ده. بابا هو يا
يعني ايه سمك؟ سمك يعني بايخ، يعني رخم، يعني غتت. تلاقيش يا رانيا، اوعدك ان دي اخر مره يدخل فيها البيت ده. اها، وانت هتعرف تتخلص منه؟ فاكر زمان لما معرفتش تخلص منه وعملنا له عمل؟ ايه يا ماما، بس المره دي ان شاء الله مش هنضطر نعمل له اعمال ولا اي حاجه. انا عندي خطه باذن الله ما تخرش الميه. وانت يا ياسمين، البنت صاحبتك اللي انت اتخانقت معاها دي وقلت لك لا ما ينفعش تتخانقوا مع بعض ولازم تبقوا اصحاب والكلام الفارغ ده، لا اتخانقي معاها وبايديك وبالبنيه وفي مناخيرها، مش عايزك تسكتي لاي حد. ها؟ اتخانقي بالبنيه. اللي قلت لي عليه ده جميل قوي. ما فين بقى السياح اللي المفروض ان هم مالين المكان ومرشقينه في كل حته؟ السياح دول مش بيجوا في اي وقت، يعني دول ليهم مواعيد وليهم برامج وليهم جداول. انت فاكر الحكايه سبهلله كده يعني؟ بس انت بقى واضح ان ربنا فتحها عليك قوي يا دوله، ده انت طلعت مش سهل. هو صراحه انا مش سهل ومش صعب، انا دايما ببقى مواري بالباب. سياح ومواعيد وجداول، وايه بقى اللي منيم التحفه ده مع نفرتيتي؟ ده اصله تعبان معايا طول اليوم النهارده في الشغل، فعشان كده مقايل شويه هو ونفرتيتي. ازاي الكلام ده؟ طب والناس تقول ايه؟ في سمعه المكان، سمعه البازار. يعني انت قلقك قوي سمعه المكان وسمعه البازار، مش خايف على سمعه نفرتيتي؟ انا والله قلقان على سمعه كل التماثيل اللي في البازار، لدرجه اني بفكر اجيب حد يقف معايا هنا في البازار. بجد؟ طب ما انا موجود اهو، انا ممكن من بكره الصبح اجي اقف لك في البازار. تقف فين يا اوفر ماي بادي على جثتي؟ سيبتك كسرت تمثال. يلا يلا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش فاهم. انا بس 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 يلا. امال انت بقى يا عم بومة فين بقى الافلام وفين الاخراج ومشاريعك الضخمه؟ انت صايع بقى ما وراكش حاجه. اصل بصراحه بجد يا دوله مزنقه معايا قوي اليومين دول، مش عارف ايه اللي بيحصل. تخيل تخيل بيقولوا عليا انا ان انا نحس، كل ما حاجه تفرع في لوكيشن وتنفجر وتيجي في عين حد زي السقه يقول لك بومبا السبب. هو انت كنت في فيلم السقه؟ لا بس اتهموني فيه. طب والله الناس دي بتفهم. ناقص تقول لي كمان انت بتفهم. لا بقول لك ايه، احترم نفسك، انت هتبقى صبي عندي، احترم نفسك. ولا 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 ايه يا رمزي؟ ايه يا رمزي؟ انت هتزعل صاحبي هنا في البازار وقدامي ولا ايه؟ ما انت شايف دوله بيقول ايه يا دوله. خلاص خلاص اتكل على الله. دلوقتي يا استاذ بومبا انا بفكر يعني في المشروع ده، مشروع ضخم جدا مش سهل خالص، بفكر ان انا انتج فيلم وانت اللي تخرجه. بجد؟ ابوس ايدك وبجد ربنا يخليك ليا. بجد يا عدوله انت اللي هتنتشلني من الوحده. خلاص خلاص انا كنت عارف كده من الاول. ايه يا دوله انت اتجننت يا دوله؟ هتخلي الغبي ده يخرج لك فيلم يا دوله؟ لا وبعدين انت جبت فلوس منين اصلا؟ انت بتكسب من ورايا؟ ولا 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 انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ايوه دول ما تسيبني. هناك هناك. يلا ست ست نو جود بوي جود بوي. اسكت خالص، هو عارف بيعمل ايه. المهم افهم من كده ان انت موافق؟ طبعا موافق. هنبتدي الشغل من امتى؟ بس للاسف في مشكله صغيره. يعني مشكله ايه؟ انا اصلي عارف كنت مهتم بالموضوع ده جدا، لدرجه ان انا جبت كاميرا مخصوص للتصوير. عارف جايب كاميرا يابانيه من اليابان. دي على كده اصلي. امال ايه، انا اجيب كل حاجه من بلدها، يعني اجيب الكاميرا من اليابان، اجيب الجبنه من دمياط كده يعني. بعد ما جبت الكاميرا للاسف حصلت مشكله كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ مفيش، انا ما كانش عندي مكان احط الكاميرا فيه، فديتها لام ابراهيم جارتنا يعني تشيلها عندها. يعني ام ابراهيم مين؟ ام ابراهيم دي واحده جارتنا، ست لطيفه جدا، اديتها الكاميرا بس للاسف مسكت في الكاميرا ما رضيتش تدهاني تاني، مش عارف اعمل ايه. لا معقوله؟ معقوله دوله خلت ام ابراهيم تعمل كده؟ لا يا عم انا مش مصدق على فكره. انت بتتكلم تاني ليه؟ اي اصل هي ما انا قلت ايه؟ نو هي امينه. نو نو نو. هناك هناك هناك. اقعد اقعد اقعد. طب هتعمل ايه يا عدوله دلوقتي؟ مش عارف مش عارف. امال فين بقى خيالك؟ بقول لك ايه، انت اللي هتجيب الكاميرا يا منعم. منعم؟ منعم مين؟ اجيبها ازاي؟
ها امال فين خالك السينمائي يا معلم؟ بص يا معلم، انت هتطلع على الشقه بتاعت ام ابراهيم، هي عندي في العماره، واخد بالك؟ مفيش حد عند ام ابراهيم خالص الساعه دي. هتدخل على الصاله هتلاقي ام ابراهيم تجاهلها كانها مش موجوده، هي مش موجوده في الصاله دلوقتي خالص. هتمشي شويه بعد ما تعدي من الصاله هتلاقي الاوضه بتاعتها، مفيش حد خالص، هتلاقي الواد ابراهيم ابنها تجاهله تماما. هتلاقي شويه عيال تانيين اخواته الواد ابراهيم برضو تجاهلهم. المهم هتوصل للكاميرا جنب اوضه النوم في الكومودين بتاعها، هتاخد الكاميرا، مش هتاخد الكومودين، وهتاخد الكاميرا وتجيلي وانا على الباقي يا معلم. جايلك يا ام ابراهيم. عادل، انت متاكد ان هو موجود دلوقتي عند ام ابراهيم؟ ايوه، انا بعته لقدره بايدي. بابا مش حرام عليك اللي بتعمله في اونكل بومبا؟ اه حرمت عليه عيشته، ده بومبا ماشي. حرامي حرامي فين الكاميرا يا وليا؟ عملت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا دوله. طب اتكل انت على الله، انت هتبقى على اشاره يا رمزي. ماشي، اشاره دي مش اشاره. ايه يا غبي، امشي هناديلك. الحقوني يا استاذ عادل، لازم خرجت عنه في البيت. حرامي؟ ازاي يجي البيت وهو عارف ان انا ساكن في البيت ده؟ انت اتجننت ولا ايه يا حرامي؟ الحقني يا عادل، انا شحورت. الحقني، ما سبنيش. عادل مين يا حرامي؟ وعشان سمعتها بتقول اسمي انت كمان كانك صاحبي يعني؟ لا لو النبي يا عادل، وديني الاسم ارحم ارجوك. انا مش عايز اموت. اسمي مين؟ انا رمزي. مين ايه يا غبي؟ تعالى يالا، خشوا يا رجاله. ها جبت رجاله؟ هم تدولا. بص يا جماعه، عد 1 2 3 ابداوا ضرب. 1 2 3 اضرب. مش ده احسن. دولا، جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال. ايوه هي دي الاطلال طبعا. انت شفت يالا الاغنيه دي؟ ام كلثوم بتقول كيف كان الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولا، الله. الا يعني ايه الكلام ده يا دولا؟ يعني ايه الكلام؟ انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه؟ لا. يخرب بيت. بص يالا، كيف كان الحب امسى خبر، يعني كيف كان الحب؟ عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض؟ امسى خبرا. امسى اللي هو ايه؟ اتمسوا بالخير عشان ايه؟ اتاخرتوا الدنيا ليلة. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دوله، الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دوله؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض الصنباطي. طب دوله، يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس؟ هي دي بس اللي انا مش فاهمها. يعني الاطلال لما بيكون ايه؟ مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دوله. شوف الزبونه دي. حاضر. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا، واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي؟ كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا. رمزي، نريد 2 حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب،
رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة اللي انشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو نشط في جمعية القصيدة العمياء. طبعا القصيدة العمياء اللي انشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعت الشعر. عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر وبدل ما اجيب خبرك، صح ولا لا؟ اين حاجة ساعة روح هات حاجة ساعة عجل. حاضر ادولة. حاضر. للأسف يا مدام شريفة الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي هفيفة حب. أنا أنسة. أنا راهبة الشعر الميتم وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد. عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا رمز ابن عم عادل سعيد. انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ ولا رمز إيه؟ روح هات الاتنين حاجة ساعة عجل. حاضر يا دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو يعني، غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياه المدنيه. موبايل، كمبيوتر، خلاط، الاله هرست الانسان. هرسته. يولع يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفيه الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعريه من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب هل أستطيع أن أشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك أنا ممكن أعزمك. من فضلك يا أستاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكورية عبر استخدام المال. خلاص يا فندم، كل واحد يحاسب لنفسه، ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. دولا إيه؟ انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ يا دي مش مهم. يلا يا رمزي. لا مش مهم، يا روح اجيبها لك من شعرها كده. وانا ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يلا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايفة اصل تكون حبيتها دولا من ورايا. لا يلا احبها ايه يلا. دي اختي في الشعر، ما تجوزليش يعني. في البازار كان اللقاء وهمس الأشعار، في البازار كان رمز الحمار، في البازار التقت المواهب كالأنهار، فرعا رشيدا وفرعا دمياطا، وكانت تحمل الكتب تحت الباطن. وفي البازار زي ما قلنا قبل كده كان هناك رمز الحمار. هو ايه ده؟ دي مذكراتي اليومية بكتبها يعني بشكل شعري كنوع من أنواع السرد. وانا بقى كزوجة فين من اشعارك دي؟ حبيبتي تعايزاني افضح بيتي في اشعاري؟ الاشعار دي ممكن تتنشر في اي لحظة يعني. طب وايه بقى التقاء الانهار وفرعي رشيدة ودمياطة دول بقى؟ دول يا حبيبتي كناية عن الحدث اللي حدث النهاردة. لقد اصبحت غامضا يا عادل،
ومع ذلك انا عايزاك تفضي نفسك بكره الساعه 5 عشان تيجي معايا عند بنت خاله مامي عشان سبوع بنتها تومادر. تومادر خلفت توأم ما شاء الله. لا يا حبيبي ده اسم تركي مركب. اه بس يا حبيبتي معلش يعني مش هينفع اروح معاك لان عندي مواعيد هامه جدا. يا سلام، مواعيدك اهم من علاقاتي باسرتي؟ علاقاتك باسرتك ايه بس؟ انا مش فاهم، اسرتك كلها مرميه عندي بره هنا اهو، هتقولي لي علاقاتي باسرتي؟ وبعدين يا حبيبتي انا الشعر ده كل حياتي وانا عندي فرصه ان انا اقابل توأمي الشعري. اه على فكره يا عادل بقى الشعر حاله متفرده بذاتها ولا يعتمد على الثنائيات. ازاي بقى؟ ما انت عندك اي شاعر في الدنيا بيعمل ايه؟ بيبقوا اتنين شعراء بيكتبوا مع بعض، تلاحظي حتى البيتين دول بيبقوا مكتوبين كده اهو، والشاعر ده شغال في البيت ده والشاعر ده شغال في البيت ده على طول. يا عادل يا حبيبي دي كانت فتره بدايات تكوين المدارس الشعريه، لكن المدارس الشعريه دي خلاص انقرضت يا قلبي. انقرضت ايه اللي حصل لها يعني؟ وقعت في الزلزال؟ لعلمك كل الشعراء بيكتبوا اتنين مع بعض اتنين مع بعض، يعني عندك مثلا صلاح وجاهين وعندك بيرم والتونسي، برغم ان بيرم والتونسي ده واحد كان من تونس واحد كان من بيرم بس كانوا بيتقابلوا يكتبوا مع بعض عادي يعني. الله، على فكرة يا عادل أصبحت معلوماتك في الشعر فظيعة. أنا عارف طبعا، بس على فكرة مش أنا لوحدي، أنا النهاردة لما قابلت توأم الشعري بنفس القدر من المعلومات اللي عندي عندهم يعني. على فكرة أنا أدعوك بالتمسك به. من غير ما تدعوني، أنا عندي ميعاد الساعة 5. خلاص وأنا هضحي وأروح لتومادر لوحدي. طبعا أنا معاك جدا. طب انا اعمل ايه بقى في ديواني ساهاتفك ليلا؟ لا ديوان حضرتك ساهاتفك ليلا ده حضرتك يعني متهيألي معبر عن نفسه، ممكن تنزل عليه اعلانات موبايلات وممكن تنزل برضو كمان اعلان بتاع هاتفني شكرا يعني. حضرتك قلت لي الديوان بتاعك اسمه ايه؟ يا فساتي بحر. يا فساتي بحر. بس احنا كده بنهوي بالشعر لقاع المجتمع. حضرتك احنا لازم نبقى مع الشباب ومع التجديد، مش معقوله هنسيب الولاد والبنات طول الوقت بيبعتوا لبعض مزدات يعني. احييك جدا واربط على كتفك. انت بعت القضيه يا هفيفه. ومش بعتش ايه موبايل وتبقي شايه اشتايه. وبكره تبيع موهبتك على ارصفه الحياه المدنيه. يبقى في العتبه بقى ايه فرد على الرصيف كده وبتبيع اشعار عادي جدا يعني. انا ماشي. وانا كمان ماشي. يا شعرة مش معقولة يعني هتزعلوا نفسيكوا عشان ايه؟ ده اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. يا شاعر يا شاعر بعد اذن حضرتك، حضرتك الاسم ايه؟ انا ما تعرفتش. انا الساعي ابراهيم زغيوي. يعني بتمضي كده اهو الساعي ابراهيم زغيوي؟ يا عيني يا شاعر، شكرين قوي شكرين. لا تغضبي لا تغضبي، الجو خلاص اتلوث، مش ممكن الطاقة السيئة دي، ابناء الجيل الواحد بياكلوا في بعض. والله يعني عارفة حضرتك أنا سعيد جدا إن أنا قاعد مع موهبة فظيعة زي حضرتك، ما تتخيليش مدى سعادتي يعني. أستاذ عادل أنا كمان حابة أعرف موهبتك أكتر، ممكن تسمعني حاجة؟ طبعا ممكن. كانت هفيفة في البدء زبونة، كانت تتحدث برعونة وتقول الله هما هيخوتونا. الواد رمزي قال لي ايه ده؟ دي مجنونة؟ قلت له لا انها جوهرة مكنونة، وانا وهي اصبحنا زي الليفة والصابونة. يا للهوس لم تسمع اذني شعرا من هذا من قبل. بصراحة انا ما سمعت الشعر انضف من كده. على اساس الليفة والصابونة بينضف الودان يعني. استاذ عادل يبدو أن الانسجام متبادل والتلقي ملتحم والتعاطف منسجم، وأنا بصراحة كبرت بقى خلاص كده يعني. أيوة حضرتك يعني قصدك إيه بكبرت يعني؟ عادي إحنا إخوات يعني كشعرة لازم نساعد بعض يعني. شعرة يبدو أنك خجول وما بتعرفش تعبر عن مشاعرك زيي. لا والله انا بحس يعني عارفه حضرتك ان المشاعر اللي بتيجي بسهوله بتمشي بسهوله يعني. استاذ عادل ايوه انت عارف طبعا ان لحظه المخاض الشعري دي ممكن تيجي في اي وقت. ايوه ولطيف قوي انه البني ادم يلاقي حد يسمعه في اللحظه دي، وما بالك بقى لو كان الحد ده
طقم الشعر. ايوه عارفه حكايه الطقم الشعري ده. انا ياما موضوع اللي هو الاشعار يعني ما كانتش بتيجي بسهوله عشان كنتش لاقي توام الشعر يعني. سبحان الله بس يعني عارفه لقيتك اهو الحمد لله يعني ممكن تبقي توام الشعر يعني. تسمح لي انك تكون اذني الثانيه في لحظات مخاض الشعر؟ يا سلام انا كلي اذان صاغيه. اتفضلي حضرتك. مش حابه يعني ابقى بتقل عليك. لا حضرتك مش بتقلي حضرتك بتزنقي يعني بس يعني اتكلمي يعني. لا 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 خلي اللي فيه لي في كيس اسود هاخده معايا البيت. واضح ان حضرتك بتجري على شعرة صغيرين. اخويا الصغير ساب المدرسه واشتغل شعر، واخويا الاصغر منه معدي بلون خراطه ودلوقتي سارح بيكتب نثر، واختي ايوه مالها اختك؟ مقضيها قصص قصيره. يا ما شاء الله يعني البيت كله يعني شعرة يعني الواحد يحس كده ايه بيت الشعر يا بيتنا على بابك قصايدنا بيت الشعر يا بيتنا. عادل عادل اصحى يا حبيبي الباب بيخبط. ده مين اللي هيجي لنا الساعة 3 الفجر ده؟ أشوف. أيوه 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 دول حبيبي محتاجينك يا عادل. أنا في حالة مخاض شعري أرجوك ساعدني. ادخلي سخاني مية مرات عمي بسرعة في طلح شعر دلوقتي. والولادة الشعرية القيصرية دي ما تجيش إلا في انصاص الليالي يعني. مين دي يا عادل؟ دي الأستاذة هفيفة حب توأم الشعر. إنه ينطق باسمي، إنه يتبارى بحروفي. مين دي؟ ابعدوا عنها دلوقتي، إحنا بصدد ميلاد قصيدة جديدة. وأنت نفسك في ولد ولا بنت يا دولا؟ أحتاج إليه، أحتاج إليه بين سكنات الليل وهزيع الزمهرير. هتزيعها دي بان عليها مذيعه. لا لا الحقها يا عادل حرام دي هتموت. هاتوا دكتور. لا هي مش محتاجه دلوقتي دكتور، هي محتاجه مدرس اول لغه عربيه. انت طبيبي، انت ملاذي، انت حبيبي، هازي انت دوائي وابكازي. انت بنتك مش معديه الليله دي يا ماما. يا حبيبتي اعرفك انا المدام، حضرتك بتعكسي جوزي قدامي. لا 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 رانيا بتعكسني. ايه يا رانيا ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ماما دي شاعره. شاعره ايه؟ دي خيانه معلنه. اتلميت عليها في انه عصر الثقافه دي؟ اصل ايه يا حبيبتي دي تربيه حواري. لا لا يا ماما دي ست مجنونه، اطلبوا لها مستشفى المجنونات. لا لا بلاش مستشفى المجانين دي يا دولا والنبي. اه طبعا خايف تتمسك انت. انت جبت بينها بتخرف. طلعوا بره طلعوا بره. ايه الاوفر بتاعك وسخنه قوي بتحط ايدك على بوتاجاز؟ انا ما اسمحش، ضمير الشعر ما يسمحش انها تطلع بره. شفتي يا مامي؟ شفتي خايف عليها ازاي؟ هيموتني. ارجوكوا مش عايزه عطف او شفقه من حد، جنبات الليل اولى بيا. خلاص يا جماعه انا هوصل البت دي يعني. يلا قوم يا بت وبالمره تغسل لي هدومي في البازار. بت ايه وتغسل لك هدوم ايه؟ انا هاجي معاكم. لو رحت معاها هترجع مش هتلاقيني. انا بقولك اهو. خلاص رمزي خدها وانا صاحي طول الليل، لو حصل اي حاجه كلمني. ها حاضر يا دول. على لقاء. على لقاء. على لقاء. ما حدش هيفهمني ابدا بقى. بقول لك ايه، انا عايزه تفسير مبرر ودقيق وواضح للعلاقه دي. رانيا انا قبل كده قلت لك ان انا اخيرا لقيت توأم الشعري. ايوه صح انت قلت لي، بس انا كنت فاكراه راجل مش ست. الشعر ما يعرفش راجل ولا يعرف ست، في النهايه هي شاعر. بقول لك ايه، الست دي مش طبيعيه وبتحبك.
تحبيني ايه يا ماما؟ دي توأم الشعري لا يجوز شرعا. ده من وجهة نظر حضر الجراب سيادتك، لكن من وجهة نظر الطرف الآخر فهي تعشقك حتى اخمص القدمين. لعلمك بقى أنا ما لعتش الجزمة قدامها. بقول لك ايه، ما تجننيش، أنا ست وافهم الست كويس، الست دي ما تشوفهاش تاني. بصي أنا ما أقدرش أوعدك، لكن أوعدك إن أنا مش هقابلها غير في الندوات الشعرية فقط. عشر سنين بكتب شعر عن الحب والمشاعر ومعرفش ايه، ومفيش حتى تنتوفة راجل رقعني صفارة معاكسة وانا ماشية. شباب مصر شباب محترم، يمكن مش عايزين يجرسوك في الشوارع. يا سلام، جت علي انا بقى يا اخويا اللي مش عايزين يجرسوني، ما يجرسوني ولا يبهدلوني ولا يعملوا فيا اي حاجة. رانيا كان عندها حق. طيب انا هضطر استأذن انا بقى. يعني لا اما اتجوزك يا اما تقتليني. بالنسبه للجواز مش هينفع، تقتليني الحقيني واقتليني. الحقوني. هفيفه المهفوفه تهفت في دماغها وجايه وراها ومعاها سكينه وعايزه تقتلني. طبعا طالما تحب واحد زيك تبقى لازم تكون مجنونه. شفتي يا عادل، قلت لك انه في حب انثوي صاروخي، قلت لي لا ده حب شعري، ما صدقتنيش. بابا افتح الباب. لا يا قوي تفتح الباب، لا تكون هي. بليز خليكوا محدش يعمل اي صوت خالص عشان لو هي ما تعرفش. ها ده الواد رمزي. امين. انا رمزي يا دوله. في حد معاك يا رمزي؟ لا انا لوحدي خالص، وجايب لك ايراد المحل كمان، افتح بسرعه. ايه جايب لي الايراد دلوقتي ليه يعني؟ يا حبيبتي اهدي بس، انا والله متفهمه موقفك كأنثى مجروحه، لكن العقل اسلم في المواقف دي بكتير. عقلي ايه يا ماما؟ دي خلاص بقت في الجمالات كرسمي. استهدي بالله يا بنتي، دي اساسا محتاجه زار يطلع العفاريت من جدتها. هو انا مش واحده ومن حقي احلم واتجوز واسيبني من الشعر والكلام الفاضي دي؟ انا كعب رجلي مبرق من اللف في معرض الكتاب. وايه خدت ايه؟ قولي لي خدت ايه؟ ولما يرجع يلاقيني مش طبخه يرقعني عليها. لو على قد ألمين ما تقوعها، لو على قد ألمين انا تحت امرك يعني. وايه المبرر الدرامي؟ لازم تبقى جوزي. ما حضرتك بحثك عن المبرر الدرامي وعن الثقافه دي هي اللي مودياكي في داهيه حضرتك. يا حبيبتي معلش سد الجواز اتاخر، انا عايزاكي بقى تصمدي وما تتهزيش. ما تتهزش ايه، دي خلاص دي طايره. يعني هو لازم جواز؟ ما تعيشي حياتك على النت. انت الحبيب وانت الدواء، هيا بنا على المخزون. طب ما انزل اجيب المخزون هنا بدل ما يهرب منك تحت يا بيه. تعالوا يا دكتوره، اهي بنت المجانين اهي. انتشروا. حرام عليكم، سيبوني بقى انا عايزه اتجوز. تاني يا حفيفه تاني، ده رابع راجل تحاولي تخطفيه. ها رابع راجل، انا بقى هرجعك تاني ياختي وهكهربي. كهربا؟ لا والنبي لا، بخاف من الكهرباء. نو كهرباء. لا يس كهرباء، كهرباء كهرباء، وهتفرده هنا خدوها. الحمد لله يا اختي. عرفت منين يا ام ميرفت؟ اسكت يا ام عادل، ده ربنا ستر. اه والله انا لسه بفتح باب الشقه يا اختي وبطلع كيس الزباله جنب الباب، لقيت المدهوله المجنونه بنت المهابيل دي ماسكه سكينه والدهولي ده قدامها. قلت يا لهوي في مصيبه هتحصل، على طول على التليفون. ايوه ده سعاد الغالي عندي. امال ايه؟ اصل انا اعرف المهابيل دول كويس قوي، لان سلفه ابن اختي كانت مجنونه بعيد عني، ولعت يا اختي في نفسها بالجاز وولعت في البيت كله. الف سلام عليك يا سعاد وعلى اهل بيتك يا اخويا. الله يسلمك. ايه حكايه المجانين دي يا دكتور؟ مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ. خدوا بالكم من عيالكم. الله المجانين بقى مالوا البلد، مالوا البلد. الله، ودي بقى ممكن تهرب وتجيلكوا في اي وقت تاني. تهرب ازاي يعني حضرتك؟ هو مش حضرتك مدير المستشفى؟ ايوه. طيب ازاي تسيب واحده مجنونه زي دي تهرب، ولا واحد مجنون زي ده يهرب من عندك من المستشفى؟ ايه ده انا دول؟ عايز حضرتك ده مجنون. لا 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 امسك.
ايه يا انعام يا اختي؟ هو في حد دلوقتي بيبيع ذهب؟ يا ربي خليك ليا يا منعم، مسيغني لك عاني. بصي ياي، بس دول ذوقهم بلديون خالص يا ام ميرب. البلدي يوكل يا حبيبتي، اللي ما خرج من ذمه عادل ابني يجيب لي قشره حتى يعيش ويجيب لك يا ام ميرب. تعيشي لي يا حبيبتي. بصي بقى ديت استلقطها لقطة كده، لقطة استطلقها لك. يعني ايه؟ يعني سرق يا ام ميرفت؟ يا لهوي يا مجيدة يا اختي، ليه هو منعم حرامي؟ لا 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 لا، ده هو يا اختي كان بيعمل شغلة لواحد عنده ورشة ذهب، ما خدش منه مصنعية فجبتي. ام ميرفت اشربي يا اختي القهوة بتاعتك لتبرد. يا ربي خليكي ليا. هو في بعد قهوتك يا حبيبتي؟ لا وبصي بقى نسيتك، الحلق ده بقى جابوه لما كنت معاه في جمصة. انا عايز اعرف بقى الولية دي جاية تغيظنا وتذلنا ولا ايه؟ لو لي يا انعام، في ايه يا مجيده؟ يعني كده اللي انتم مزوقين الحيطان ولا تعالي كده ولا بلالين ولا تورته ولا جاتو؟ مش النهارده عيد الام؟ ياي ده النهارده 21 مارس. النهارده 21، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا انعام، بصحه وسلامه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ام ميرفت. طيبه يا مجيده يا حبيبتي، وانت طيبه يا انعام يا حبيبتي. اسكتوا، ده لسه منعم دلوقتي بعتها لي، اللي اسمه ايه ده، بسموه انتوا ايه، مسج ده ولا ايه، رساله كده على الموبايل بتاع المرعش يا اختي. يرعش كده ما اقولكيش، بفطس على روحي من الضحك. ده كان جايب لي بقى الموبايل ده من السنه اللي قبل اللي فات. تعيشي وتدوبي يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا انعام. بقول ايه بقى، معلش حقكم عليا، مش هقدر اقعد اكتر من كده، لان يا اختي سمنعم كلمني وقال لي انه هيبقى تعديه عيد الام بتاعتي السنه دي مع الواد جمعه. يا اختي هدلدل له السبت يحط الهديه، اروح رافعه السبت. يعيش ويجيب لك يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا مجيده يا اختي، اسيبكم بعافيه بقى. يلا كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انت طيبه. شايفه يا اختي الذهب اللي في ايديها؟ شايفه دي لو حبت تعمل دكان من بكره هتلاقي البضاعه عندها. بس يا انعام ارجوكي بقى ما تقوليش الكلام ده علشان ما نحسدهاش. هنحسدها على ايه ولا على ايه؟ على الذهب ولا جمصه ولا على الموبايل؟ فعلا فعلا، بس انا عايزه اقولك حاجه، احنا عيوننا طيبين مش مدورين. الحمد لله ان احنا ما حسدناش العقد اللي حوالين رقبتها، كان زمان رقبتها اتقهرت. ماما كل سنه وانت طيبه. انت بالصحه والسلامه يا حبيبتي. ميرسي ميرسي. وماله؟ ايه يا ماما، هي الطرحه مش عاجباكي ولا ايه؟ شايفه الخروج مقطع بعضه جايبه لي طرحه؟ طب يا ماما البسيها في البيت. خانقه بره وجوه؟ ايه يا ماما مالك بتعفرت عليا كده ليه؟ هي دي حاجات، دي هديه، دي مش على الموضه. موضه؟ ايه اللي جابولك على الموضه يعني؟ اروح اجيب لك باتيناج؟ لا المكياج والحاجات دي الاحمر والاصفر ده بتاع مجيده. يا ماما طب حتى كلمه حلوه يا ماما. الكلمه الحلوه للهديه الحلوه اللي هيجيبها لي ابني عادل، ابن البكري راجل البيت. لما نشوف. هتشوفي عادل لا يمكن ينسى امه، ده ابني وانا عارفاه. ترات ترات تات. كل سنه وانتي طيبه يا مامي. وانتي بالف صحه وسلامه يا حبيبتي. ها ايه ده؟ ايه ده؟ سماعه ووكمان؟ امال فين الووكمان يا بت؟ ممكن انت بتسمعي بيها الراديو يا مامي. راديو انت اتجننتي في مخك؟ ماما مو، عارفه يعني ايه مو؟ انت ايه سماعه؟ سماعه وكمان صيني يا مغفله. اسمعي عايزه اقول لك حاجه، كلمه ماما دي كلمه مقدسه، ما تتقالش كده بهلهولي. ها؟ لا يا حبيبتي على الاقل ووكمان او ام بي 3. انت بتحبسيني كده ليه؟ ده انا حتى بقالي كتير بحوش عشان اجيبها لك. بتحوشي يا جربوعه، ده انت طول النهار هاتي فلوس يا ماما، هاتي فلوس يا ماما، تحطي في جيبك تروحي تصرفي. ربنا يخليكي يا رانيا، دي لما بتروح اي ريستورانت عشان تاكل هي وجوزها بتشيل اكل على جنب، بتقول عشان امي اللي جعانه في البيت اللي ما بتاكلش. قليله الادب. انا صيني. امشي غوري من قدامك، امشي. الحمد لله.
لله الحمد لله، انا مبسوط جدا ان ربنا وفقنا ونقينا حاجه كويسه. الحمد لله، بس انت ايه ذوقك يجنن يا عادل؟ دول هيتفاجئوا لما يشوفوها. شفت انت قلتي بنفسك مفاجاه، يعني لازم تبقى مفاجاه ونستنى ما حدش يقول لهم اي حاجه. اوعى تقولي لهم. لا خالص خالص، بس انت اكدت على راجلي يلفها لفه حلوه كده وشيك. عيب يا رانيا، عيب يا حبيبتي، انا الفينشنج عندي اهم حاجه. المهم دلوقتي نخش بقى نغير هدومنا على ما الراجل يجيبها. اوكي يلا. سماعة ووكمان، هو أنا عندي ووكمان عشان تجيبي سماعة؟ إيه ده؟ يا ما جاب الغراب لأمه. دي هدية قال. بقولك إيه؟ تبدلي؟ أنا أعتقد بقى إن الهدية بتاعت رانيا وعادل هتعوض الهدية الزبالة اللي جت لنا دي. أنت هتجيبي عادل ورانيا لسناء وبنتك العرة نجلاء. طبعًا يا حبيبتي، إيش جاب لي جاب يا ماما. بقولك إيه؟ تفتكري رانيا هتجيب لك إيه؟ بصي انا كنت لمحت لها على بلوزه شفتها ماركتها كريستيان جور عند محل كوستانتينو اللي جنب جروبي. ده اللي بيبيع حلويات غربيه جنب الملابس. مش عارفه، يمكن يكونوا ولاد عم. طب انت بقى تفتكري عادل هيجيب لك ايه؟ عادل هو في زي عادل؟ زمان قال لي انه هيجيب لي حلق على شكل ورده. البلديش دي ورده هتعلقي شبشب ورده في ودناتك. الشبشب ده هينزل على ظهر سناء اللي جايبه لي طرحه باتنين جنيه ونص من الراجل اللي قاعد قصاد المدرسه. باربعه جنيه ونص يا ماما من الراجل اللي قاعد قدام الجامع مش قدام المدرسه. يا خايبه ضحك عليكي. مساء الخير. سنور. منزل الاستاذ عادل؟ ايوه ايوه خش. دي الهديه بتاعتي اجمل. بيقول لك عادل تبقى هديتي انا. تعالى تعالى خش هنا، خد نفسك. هي اعمل لك شاي؟ شايفه الهديه ام 4 ونص؟ العلبه لوحدها تيجي ب 6 جنيه يا ماما. ده بدل كلمه شكرا. كويس انت جيت بسرعه، برافو عليك. الله يخليك. شاكرين. هات يا ماما. طب والثانيه ايه؟ بتتلف وجايه حالا. دي اكيد الهديه بتاعتي. تعالي نقعد ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. يلا. شاكرين قوي يا سيدي، والله واللفه 100 100. خد يا سيدي لفه 100 100 ومتشكرين يا سيدي. و2 جنيه يا دي انت طماع ليه؟ ما انت لسه هتجيب التانية ياض. وبعد ما اجيب التانية يعني هديك 2 جنيه زيهم. يلا. 2 جنيه زيهم؟ انت ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لقيت الباب في وشي ولا ايه؟ الناس دي اساسا. الحكايه دي بقى ما حدش عايز يعرف فيها ايه ولا ايه؟ لا احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. ما تفكروش في الحاجات دي؟ طيب عموما اللي هيعرف هي فيها ايه ليه مكافأة. على فكرة يا مامي دي حاجة جامدة جدا جدا وهتعجبك موت. واللي فيكوا بقى هتعرف ايه اللي جوه ليها مكافأة. على العموم بقى يا عادل احنا مش محتاجين لا جوايز ولا عروض ولا مفاجآت، احنا كأمهات بنأدي رسالة محددة. الله على الرسالة، جواباتك وصلت يا حماتي. عموما احنا جوه. سلام عليكم. اما عادل ابني ده عليه حركات، تلاقيه داخل جوه عشان يكتب لي كلمتين حلوين. الى اعز الحبايب، يا امي يا مدرسه، فن وطبخ وهندسه. مش قرديحي؟ قرديحي ايه يا ماما؟ هو انت هتاكليها؟ انا بقى مطمنه جدا على الهديه بتاعتي اللي زمانها جايه زي ما الاوفيس مان قال. احنا كامهات مرضيين. سناء قومي سيقي البيت. سناء قومي شدي البت اللي اسمها نجله من شعرها علشان تعمل الحمام. قال ايه؟ جايبه لي سماعه ووكمان. بقى انا بقى تجيب لي سماعه ووكمان وانا ما عنديش ووكمان؟ لا 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 لا، بالراحه 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 بالراحه، لان الريش دي بتبقى حساسه جدا، لازم تتعاملي معاها برقه، خلي بالك. اخيرا يا ربي اخيرا جبنا مروحه. انا مبسوطه قوي يا عادل. يا حبيبتي شوفي انا وعدتك بيها من امتى؟ من ايام ما كنا لسه مخطوبين. بقولك ايه؟ طب هنعمل ايه بالمروحه اللي جوه دي؟ لا مش اشكال، ممكن نرميها او نديها لمامتك مثلا، او ايه رايك احطها في البازار؟ الواد رمزي اشغلها له في الشتاء مثلا، يمكن يجي له اي برد ولا اي حاجه. هي اساسا كانت بتجيب تراب ما بتجيبش هوا يعني. طب انت استقريت هنعلقها فين؟ ايه ده واحنا نعلقها على طول كده؟ لا انا عايز بقى اقعد اجمع الريش دي في المروحه وبعدين احطها جنبي كده واقعد اتفرج عليها. ده انا ما صدقت ان احنا جبنا المروحه دي. طبعا هو مدفوع فيها شيء وشويات. بصي والريموت كمان اهو. الريموت ده بقى ايه؟ مش محتاجه ان انت كل شويه تقومي بقى تفتحي المروحه، لا وانت قاعده كده اهو ممكن تقعدي بقى تعليها توطيها تزوديها تقلليها. مظبوط فعلا، لانه عايزه اقول لك على حاجه، الهواء الجانبي بيعمل دايما تصدع في اسفل الاذنين وتصدع جانبي،
الافضل ان احنا نحطها في السقف. صح. عارفه كان قدامي كمان منبه فوسفوري شكله مرعب فظيع فظيع، بس ده المره الجايه مش اشكال. يلا فين الريموت؟ استني كده ما اجربها تشتغل ولا لا. هو مالهم طويله كده ليه؟ انا ابتديت اقلق. تحت الترابيزه يا حبيبتي، تحت الترابيزه. حاضر يا ماما حاضر. انا غلطان ان انا جبت لك هديه. يمكن يكونوا مستنيين الهدايا بتاعتنا كلها تيجي مع بعض عشان ما يحصلش غيرة. انا اغير منك انت؟ اه طبعا. ايوه هات يا سيدي. برافو عليك والله، جيتوا في مواعيدكم. اتفضل يا سيدي مجهز لك اهو. لا يا باشا الله يخليك. إيه؟ في المحل قالوا لها ما تاخدش اقل من 10 جنيه. ثواني بقى نعمل معاك واجب. دول 5 جنيه 75 خليهم معاك، المعاي صعب اصلها. الله يخليك. على اساس ان انسان قال طالع جايب لهم الحاجه 2 جنيه. 2 جنيه ايه اللي بيجيبون ايه الناس دي؟ ها خمنتوا بقى الاولانيه كان فيها ايه؟ ما تتكلم بقى يا عادل، عايزين ننام. نتكلم. مفاجأة أصلاً، مفاجأة فظيعة. جبنا مروحة سقف لأوضتنا. وده شفاطي عشان مطبخنا. الله يبارك فيك. يلا يا رنا. أبناء ولكن، وقال إيه يا ماما؟ مش عاجباك الهدية اللي بقالي أسبوع بفاصل لك فيها؟ واتنين ونص، أربعة ونص، ستة ونص. بس يا أم ستة ونص أنتِ. مجيدة، لازم نعرفهم يعني إيه أم. مين اللي شايل البيت؟ أنا وأنت يا إنعام، طول عمرنا إدناتنا في إدنات بعض. ولا بعمل إيه في البيت أنا؟ حس احتياطي؟ ده أنا لو بخدم في بنسيون كان زمانهم كافئوني وعملوا لي حفلة سمر. بصي بقى بقول لك إيه؟ إنعام، إحنا لازم نواجههم. أيوه، لازم يعرفوا مقامنا، وإنهم من غيرنا ما يسووش حاجة، بس مش هنقول كده بصريح العبارة، لأ، بالتعامل معاهم يعني. ها؟ طب لو سمحتوا، البت اللي مفحوطة في الحمام دي عمالة تمسح تمسح، هتموت جوه. ممكن تتفضلوا عليا بطلب عفو ليها؟ معاكي حق، حرام. نجلاء نجلاء. ايوه يا ماما. لا لا ما اقدرش، كل ما بشوفها بتنرفز وبفتكر السماعه بتاعت الوكمان اللي جابتها لي وانا ما عنديش وكمان. شغوري امشي يا غوري يا بنت، كملي 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 تنظيف الحمام يا كلبه. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا ماما. بونجور. وماله ما يضرش؟ وايه اللي يضر في صباح الخير يا ماما؟ انا عمري ضريتك في صباح الخير قبل كده يعني. ماجي من فضلك اديني العجله. حاضر يا نومي. ميرسي. يا سلام على روح التعاون اللي بينكم، ما دام انتم متعاونين قوي كده هو مع بعضيكم يعني. يا ريت بقى اعملوا لي سندوتش. يا سلام، انت مش عندك مرات تعملك اللي انت عاوز؟ هي امك هتعيش لك طول العمر ولا ايه؟ قولي له يا حبيبتي قولي له. هو انا جوزتك يا حبيبي عشان اخدمك انت ومراتك المحروسه؟ غلطتك غلطتك يا حبيبتي، علشان انت اللي جوزتيها النومه طول النهار قاعده في الاوضه ما بتعملش حاجه واحنا اللي بنخدمها. لا لا لا، ايه ايه القلبه اللي انتوا قلبتوها على بعض دي؟ ايه دي بنتك برضو يا حماتي يعني. هو انتوا يعني عشان قاعدين جنب بعض وبتحبوا بعض يعني معنى كده حسيتوا ان انتوا اخوات ولا ايه؟ لا احنا اكتر من اخوات، احنا امهات. عموما مش اشكال، انا هجيب لنا الاكل لنفسي. يا رانيا رانيا بونجور. ما تحاوليش ما تحاوليش عشان ما تحرقيش نفسي. في ايه؟ خش في الموضوع على طول. مامي على فكره انا حاسه كده ان انا من ساعه ما صحيت وجسمي مكسر، ما عندكيش اسبرينا بليز يا مامي؟ بيان سور عندي يا حبيبتي، بس على ثاني انا ونومي. متعودين يضربوا شريط الصبح مع كوبايه الشاي. ماجي ايه رايك نتفرج على صباح الخير يا مصر تعالي؟ يلا يا نومي. وانتوا هتصحوا مصر ليه من بدري قوي كده؟ كانت سهرانه طول الليل امبارح مع لبنان. عادل على فكره بقى انا اشتم رائحه غدر اموي. غدر اموي ايه؟ انا اسمع عن العهد الاموي لكن الغدر الاموي ده ما اسمعش عنه. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه المكوه. شكرين قوي. الحساب على الحساب بقى. لا يهمك كويس، جه في وقته. ايه ده؟ انا هدومي فين؟ رانيا انت ما بعتيش هدومي للمكوه ولا ايه؟ يا حبيب قلبي اصل طنط انعام هي المسؤوله عن الغسيل والمكوى، هي بتحبش اي حد يتدخل في الحاجات دي. ماما القميص الابيض اللي قلت لك عايزه ضروري بعتيه للمكوى ولا لا؟ ابيض؟ قلبك انت اللي ابيض يا عادل. قلبي انا اللي ابيض؟
هي الجملة شكلها حلو من برا بس مش مطمن لها. أوه نومي نومي أنا أنت عارفة أنا عندي ضغط عالي وضغط بيعلى لما بشوف ناس معينة أنت عارفاهم. بقولك إيه، تيجي نروح ننام الترني بتاعي أنا وإنتي في الجاردان اللي جنبنا؟ أوي يا حبيبتي تفضلي. يلا يا نومي. يلا ترني إيه يا مامي؟ إحنا النهاردة مرتبين نفسنا عشان نعمل تشكيلة المحاشي، وأنا ما بعرفش أتقن الخلطة زي حضرتك ولا لفة الصوابع زي أنتي إنعام. يا حبيبتي اللي ما يعرفش يعرف. يلا يا ميجي. يلا يا نومي. يلا حبيبتي. ايه امي امك اللي قلبوا مره واحده اسماعيل ياسين وشكوك دول؟ انا كده اتحطيت وجها الى وجه مع حله المحشي. لا لا لا، انني اشتم رائحه غريبه ويجب ان اعرف لماذا. بقول لك يا علي المروحه على اربعه عشان قميصي اتفرد. لا طب ما تدهوني اكولك احسن. تكوي وانا اديكي حاجه تانية تكويها؟ اتفضلي يا هانم اللي انت مخبيها لي تحت السرير. ادي هي، مش دي اخر مكوه حضرتك قمت بكويها؟ بغض النظر عن التيشيرت انا عايزه اكلمك في موضوع مهم جدا بصراحه كده. انا بدا يخالفني الشك. يخالفك الشك ليه يعني؟ عملت ايه حضرتك؟ انا مشاويري كلها معروفه، وبعدين انا اصلا معيش فلوس عشان اخونك. يعني اخر فلوس دفعناها في المروحه وفي الشفاط. انا مش بكلم عنك، انا بكلم عن امهاتنا كامهات. مش عارف، قلقان قوي قلقان. ابتدى يعني فعلا تصرفاتهم معانا تبقى غريبه قوي. يا عادل الام مدرسه. طبعا الام مدرسه فعلا، واحنا الفصول بقى بتاعه المدرسه. سيبك من الكلام ده، اكيد يا رانيا في حاجه انت مثلا عملتيها ضايقتيهم، مثلا نقلت كلام من مامتي لمامتك من مامتك لمامتي، او مثلا قلتي حاجه على لساني انا قلتها فعلا ما كنتش قاصد، او كنت قاصد لحظه صدق. لا طبعا، لان انا زوجه كتومه فعلا وده متعارف عني. الفكره كلها ان احنا لو ما حلناش الموقف ممكن يتصعد معاهم، وبصراحه بقى انا ما بقتش قادره اشيل شغل البيت لوحدي، دول شالوا ايدهم نهائيا من كل حاجه. انا صراحه يعني مستغرب جدا من موقفهم العجيب ده، يعني حركه ندالة ما كنتش اتوقعها ابدا. بقول لك ايه، علي على خمسه. على فكره يا عادل بقى احنا لازم نواجه الموقف. ايوه ما احنا عايزين نواجه الموقف، بس هما مش عايزين يقولوا في ايه. هو اكيد كبريائهم كامهات منعهم. طب واحنا هنعمل لهم ايه بقى على كبريائهم ده؟ عموما كل واحد فينا يشوف امه زعلت من ايه. انت تروحي اسالي امك وانا هروح اسال امي. علي على سته، علي على سته، علي على سته. نعم، عايز ايه؟ اطفي النور واطلع بره، عايز انام. يا ماما في ايه بس؟ يا ماما ريحيني. ريح اللي حواليك ترتاح. طب فهميني في ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ما هو دي معروفه يعني. ماشي فهميني. نهيتك ما انتهيتك والطبع فيك غالب وديل الكلب. هي وصلت الكلب؟ طيب خليك مع الكذاب لحد باب الدار. قالوا الكذاب احلف، قال جالك الفرج. قالوا لل و ما انا مش هعرف اجريك يا ماما. الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. طب سد الباب وانت خارج. مش سد. مامتي يا مامتي يا مامتي ارجوك يا مامتي انا انزف الما. انت ما تنزفي يا حبيبتي وانا في ايدي اعمله لك. انا عايزه حبا وحنان من بتاع المامهات. انت عايزه حب وحنان؟ عيوني هلف لك شويه وابعتهم لك اوضتك. ايه يا مامتي ده؟ ايه ده؟ على فكره بقى انا ملاحظه ان كتر قعدتك مع انتي انعام خلتك تتلفظي بمصطلحات مش بتاعتك لا تليق بيكي. Don't dare saying this على انعام. Don't dare. فاهمة؟ نعومتي يا حبيبتي يا نعومتي، هو في زي النعومة دي قمر؟ طب انا اديها لك بقى. نعومتي نومي نومي. انا امي ضربت يا ولاد. بقول لك ايه يا رانيا، مفيش شوية لب بطيخ فاضلين؟ مفيش حاجة، الكمية كلها خلصت يا عادل. ما قلت لك نجيب لب شمامه، هو بيبقى اكتر برضه. يعني انا مش فاهم هما بيعملوا فينا ليه كده يعني، واحنا يعني عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده؟ دول امهاتنا، ده من قرهم علينا وقعوا لنا حتى المروحه اللي جبناها. يا عم دول اطلقوا بيان اعلنوا فيه رسميا مسؤوليتهم الكامله عن اسقاط المروحه.
في حد في الصلاة؟ لا. خشي خشي. كل سنة وانتي طيبة يا ماما، دي هدية عيد الأم. معلش تأخرت شوية عقبال ما حوشت ثمنها. حبيبتي ياسمين. لقيت السندوتش ده كانوا ناسينه في التلاجة. لو هكون سرقته يا عادل؟ لا، كله إلا الحرام، أنا خطفته. عادل، أنا عرفت مامتي وأمك زعلانين مننا ليه؟ ماما كل سنة وانت طيبة يا ماما. مامتي كل سنة وانت طيبة يا مامتي. ماما ما تزعلوش مننا يعني عشان ما جبنا لكوش هدية في عيد الأم. احنا ما كناش مستنيين منكم هدايا. احنا كنا عايزينكم تفتكرونا وتهتموا بينا في يوم زي ده اكتر من كده. زي ما انا اهتميت. معلش يا مامتي ما تزعليش مني، والله العظيم ما اقصد انسى خالص، ده هي بس مشكلات ومشاغل الحياه. سامحينا يا مامي، انتوا اكيد هتسامحونا طبعا. جايه بعد الهنا بسنه تقولي تسامحونا؟ ماما مالكيش دعوه بسناء خالص يا ماما، يا ريت تشغلي قلب الام اللي راكن بقاله اسبوع ده. بصي جبت لك ايه الحلقه اهو. الله، خلاص يا حبيبي. تحب تتغدى ايه النهارده؟ ايه ده يا ماما، ايه ده بلدي بلدي، ده صفيح ده ولا ايه؟ بلدي يا ام هديه ب2 جنيه ونص. 4.5 والله العظيم يا ماما، من الراجل اللي جنب الجامع بعد فصال مرير. خد المقشه وروحي نظفي البيت. يلا يلا. مامتي اتفضلي يا مامتي. يا حبيبتي البلوزة الكريستيان ديور ومن عند كوستانتينوس يا مامي، كل سنة وانتي طيبة. يا قلبي يا روح قلبي. سناء خدي البت نجلة وغوره، كملوا تنظيف الحمام برموش عينيكوا مس. ها امشي غوري يا ماما. يلا يلا. أدب. ايه رأيك يا ماما؟ حلو قوي يا حبيبي. شوفي هتقلعي امتى عشان ارجعه بقى. أخيرا يا ربي وقت المصيفات جه، ده أنا بستنى الأسبوع ده من السنين للسنين. عشان تعدوا بس الجمال اللي عليكم، لولا شقة أختي اللي في اسكندرية كان زمانكم صيفتوا السنة دي في الحمام. إيه جريتون، في يا طنط حياتك عاملة خير فينا يا طنط إنعام؟ بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ إيه الشرف إن إحنا نزلي فيكوا؟ ده الخير كله إن إحنا نزلي فيكوا. إيه رأيك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي أنتوا فالحين فيه. كاش مايو؟ مفيش كاش ماني. ماما لقيت الجردل والجاروف بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياه يا حبيبتي، اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله تيتي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكره انا معايا مفتاح شاليه واحده صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفه هو مكانه فين. وان شاء الله احنا هننام في المفتاح ولا هننام في الشاليه يا ماما. انا نازل بقى يا جماعه. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النضاره بتاعه الميه دي، عشان انت عارفه يعني الواحد بيحب يتفرج على الاحياء البحريه تحت الميه. هتتفرج على الاحياء الشعبيه ان شاء الله. وانت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ انا على طول بحب اتفرج على الاحياء البحريه ما بغطس يعني. فاكره اخر مره صيفنا فيها؟ ايوه حبيبي، كنت في الاعداديه. بصرف النظر، مش لما غطست طلعت لكم معايا حله محشي؟ على كده يا ميه حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زيي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. ها انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسياتوس. بصي بعيدا عن الشمسياتوس والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول، انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه، ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل؟ دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ أنا رمزي. إيه يا رمزي؟
مالك يالا؟ الحقني يا دولا، انا خلاص بموت بموت يا دولا، كل حته في جسمي بتوجعني. ايه اللي حصل؟ اجيب لك دكتور. ايه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولا بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولا. ده ايه اللي زايده؟ وهنا يا دولا بيوجع. ده المخ. لا ده مش اشكال. ممكن يا دولا انا بموت. يعني الحته دي بتوجعك؟ لا دي مش بتوجعك. لا ولا دي؟ لا يا دولا. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولا صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار. وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دولا بقى. لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من مصيف النهارده. جايين من مصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. سفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينه؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله حد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة وعربيات النقل دي، عدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده؟ اللي انت كنتش عارف ان هو اللي بيوجعني. دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع لجوش. يا دولا مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زي ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم ستة بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكرة انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور؟ ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حمادي. طب وال500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 أيام مش أسبوع. يا سلام، دي بقى كل أمنياتي. ويوم الحد تجنى يوم أجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع ألبس نظارة البحر بتاعتك؟ طبعا يا أعز بناتي. أبي عادل، وأنا كمان عاوزة. بس بقى كفاية طلباتي. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطة. توحشيني يا راني. بابا أنا لابسة المايو تحت الهدوم عشان أول ما أروح أنزل البحر على طول. برافو عليكي. برافو ياسمينة. يلا يلا، باي 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 يا ماما. ولا رمزي وصلوا كل الشنط وصلوا وطلع البازار. يلا حاضر يا دولا. بسرعة بسرعة حاضر يا دولا. البتاع ده اطلع خد، اطلع خد، مش اشكال. أخيرا. مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 ايوه. دولا حبيبي. ايه اللي جابك؟ ايه دولا بقى يا عم؟ يا
اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعتش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني، عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده هون يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا يا ياض اطلع على البازار. ياض ايه اللي جابك؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا ليه دولا بس، ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ اه طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا، فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك، يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، ما ابوها سالني قبل برضه. اه ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. ايش يا دولا عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. هاي بوجتك معاك يا لا، ده انت مستعد. يا ايه دولا قلت ايه؟ مش سامع. اه اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى كده لا يا اخيرا اخيرا سريري يا بيت لوحدي انا والسرير، انا وانت يا سريري دون عزول من الامس، اهمس اليك وتهمس الي حتى نملا الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار ابيض، ده انا هيطلع مني كميه اشعار يا خبر ابيض، وانام براحتي ومحدش معايا. انا وانت يا سريري من الامس. ياه، الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. أبدأ بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه. يا مزمزيل، أنا ما سألتش الساعة كام، أنا عايز أعرف اسمي. برضه هتقعد تقول الساعة كام؟ بص بقى من الآخر، أنا معجب بيك. وحضرتك مرتبطة طيب؟ يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعة كام؟ ولا بيكلم مين يا دولا؟ لا ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبة بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل يا لا؟ الساعة اتصلت بيك انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يا لا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عمي مكتوب باسمك ايه، هو ابنك. انت بتشوح. عارف يا لا يا رمزي، لو استعملت السماعة دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ اه انت مش مفروض المسؤول هنا هو على الغدا، وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل. بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا، انا طلعت لك بقى من التلاجة فراخ على كبدة على لحمة على شوية سمك كده، وجمبري وجبنة وبيض وفاصوليا وبامية وجبنة رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا ياض، عشان نوفر. صح يا ياض صح. بيت يخرب بيتي انا، بيت يخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا. لا ما انا مدي التماثيل اجازه يا دولا. ارجع البازار بقول لك، بدل ما رفضك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ ما تقدر ترجع على اه بحث افتح. صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا معلمين. اتفضل يا ادي يا فتحي. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا معلمين، ربنا يخليك. اهم حاجه جدو الافلام. اكيد يا معلم، جبنا لك فيلم 3 شورتيات فور. الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ ايوه يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القطه. الله الله، ده بتاع مين ده؟ ده حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن سبورجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. تعالى ايه فضل ده يا حيوان. نعم. احنا
السنوكر الجاهز. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب عندي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك. حقك ايه يالا؟ انت ليك حاجه في البيت ده يا ابني؟ كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما تردهم. انا يلا دولا دولا، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي. يا دولا انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك، الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي، انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركوا انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديقي وفين صباعك؟ اهو يا دولا. ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا. اي 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 اي، اعمل ايدك كده يلا. اي 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 استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير رمزي. يا سريري يا سريري. دولا دولا، ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. يا دولا بقى، يا دولا بقى، وتخبط نفسك. يخرب بيتا حسابك يا رمزي تائل. عايز ايه؟ دولا انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله، علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تائل. ووفي يالا بتنفخ. طب انفخ مرة تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولا معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. انصح انصح. تعال تعمل ليش اقلبصات؟ والله ما انا سيء. اللي اقول عليه يمشي، يا فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده اهو في الصلاة؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت؟ هو استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره، الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله، اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دولا. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات حين على ما تفرج. لا بس 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 بس، ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف. انا مش هي دي الشرايط؟ انا هدب ايدي في الشنطه، الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي يا دول. طب دولا انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني، انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. طب واشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. اتخلي كده شويه، ده بيتي اصلا يعني. دولا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح يغسلها يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تطين زي ما هدومكم طينه كده. ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا؟ لا ما عندناش يا ريس. يا دولا انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم. ايه خلاص، لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكوا يا اخي في بيتي. يا اخي يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا، احنا بتوع البكيا. لا مش شكرا يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع. شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعه يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج. بعدين بعدين
وبعدين الاباجورة اللي انت بايعها لي دي قابض فلوسها ما بتنور. وريني وريني الاباجورة دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى الاباجورة دي بتاعتي. ايه ده؟ انتوا بتبيعوا الحاجة اللي في البيت يا حرامية؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو ده دي حاجات تافهة دولة. ده انا بفكر اغير الانتري ده. الانتري كمان؟ يا عم اطلع بره. اطلع بره يلا. اطلع بره يلا. اطلع بره. غسيل بتاعك. بره يا حرامية. يلا بره يا حرامية. بره. اطلع بره. دولة بص بقى انا كده كده كنت همشي يا دولة بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ اه. تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده؟ بتسرق بيتي. بتسرق بيتي يا حرام. اطلع برا برا اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول برا. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله 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 ده البيت خرب. الو ايوه ماما. يا ماما ما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقه، دي حطامه بقايا واطلال شقه. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله حقكم عليا. احنا غلطانين سيبناك في الشقه لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقيه، وكل العرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فات لك كلب ولا كلب. ايه الوساخاتوس اللي انت عايش فيها دي؟ وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شماها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي يا عادل، ده احنا مالناش حس من غيرك. انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكوا بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامع يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جريسر ايه؟ الراجل بيهرج معاكي. انت مالك انت؟ قصدك ايه يا رانيا؟ في انا مش قصدي حاجه، انت عايزك بضحى ولا ايه؟ يبقى تخرسي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اخرسي انت خالص، انت ما تتكلميش يا حبيبتي. لا حبيبتي لا تقوم راحتك. الله اكبر الله اكبر. يا سلام، والله وحشتوني يا رجاله وحشتوني.